أية حقيقة؟ سمعت خرقاء خلف هذا الباب. لا لا أنت مخطئ، الزبد أنه أنه فأر، فأر في خزانة ثيابي. فأر؟ إذا سأقتلك. لم أرى في طوال حياتي مثل هذا الاضطراب. لا شك أنك محمومة. لمن هذه الجريدة الإسبانية؟ تركها أحد الأسبان في الحانة فأخذتها لألف فيها. لمن هذا المبسم؟ لمن هذا المبسم؟ لا أعرف ليس معي. إذا سأحطك. أخي حمزة أشفق علي، سأعترف بكل شيء، ستعلم الحقيقة. انتظر أستحلفك استغفر لك بكل شيء. كل شيء أي شيء؟ تكلمي وليها الشمس. لقد أخطأت زلت قدمي، اقترفت وحط الأسامي من نزالة. أية نزالة تعني؟ سأموت قبل أن أنفض حرفا. ستقتلني أنت عندما تعرف خطيئتي. خطيئتك تنمي أتنمي. لقد قلت ألا تفعل؟ قد قلت. أنت تكذبين، تريدين تعزيمي. هذا محال. وهل يشفق علي؟ وهو هنا. ومن هو هذا الرجل؟ ما اسمه إلا خبرته؟ كرادو. السلام. لطمة المستوجة، لقد ترطخ وجهي بالأخضار إلى الأبد. إن الصاعقة لأخف وقع على قلبي، وطعنة خنجر حاد الأصل أخل ألما لتمزيق فؤادي. استاني، أدركت الآن لماذا كانوا يضحكون ويسخرون مني. سأقتل هذا الرجل، سأمزق إرما وأسبح في دمه. السياط، سياط من نار تنهال على وجهي، وإبر مسهورة حتى الإحمرار تنقش على جبيني كلمة سيقرأها كل من لاقاني ليبصق في وجهي. الويل يا للويل. سميرة، سميرة. هو كدت أنسى، لقد تاه عقلي. لعلني في حلم. لا لست أحلم، والواقع المريح، وأنت بمحياك يقطر صما، ووجهك مخضب بالعار. سميرة، سميرة. تسمعين هذا صوت، صوت الزوج المخدوع، نداء المقبور حيا، صياح البريء تحت المقصلة. افتح يا حمدان، لا تطل عذابي، أريد عناق زوجتي. أطيل عذابك؟ لا، بل إنني أطيل هناك. ابق خلف هذا الباب وابتسم، واسعد بأمل زائل بضع ثواني. يريد عناقك يا حمدان. لا، لن أخبره بشيء، سنتحاسب فيما بعد. الآن يجب أن يراك، تمالكي نفسك وابتسمي رياء يا عار الوطن. لا لا، بحق السماء، لا تفعل. أقتلني، أقتلني، أفضل ذلك. ولكن ستكون تعال، تعال يا قاسم، ها زوجتك، عالقها فهي ذات وفاء. سميرة، سميرة، سميرة زوجتي، حبيبتي، معبودة مخلصة، معبودة وفية. إنك تعب، بعد عليك الضعف. انتظر، سأتيك بمقعد. حمدان، اجلس، افتح نفسك. بيتي، معبد مقدس، اقتربي مني يا سميرة، محال ان احرم هذا الهناء. يا صغيرة مخلصة، يا
يا معبودة الجميلة، يا أوفى إنسانة، حبيبتي سميرة. أرى الأوفى أن تأوي إلى فراشك، نزف جرحك كثيرا من دمك. هيا يا سميرة ساعدي زوجك. سمير زوجتي المعبودة، زوجتي المخلصة الحبيبة. سمير سمير أردت أن تغتالني. ما هو مسدسك أضعه في فمك؟ وين الطارق؟ ضعه باسم ملك أسبانيا. ماذا تريدون؟ آمرك أن تفتح الباب، أنتم تخبئون شخصا هاربا. لحظة، انتظروا لحظة سأفتح لكم. أنت عالم بما يجري هنا في هذا البيت. إنسان لاجئ، سجين هارب سأنجيه. هذا يتوقف عليك، أطع أوامري، اجلس على هذا المقعد. وها هو مسدسك، أضعه بين طيات ثيابي، فإذا أتيت بإشارة أشتم منها خداعا أخمدت أنفاسك قبل أن يستطيع إنقاذك. أما أنت فافتحي لهم الباب. من أرى؟ سيدي الملازم؟ نعم. معذرة، ولكن قيل لنا أن هنا شخصا هاربا. أنت مخطئ. ثم أننا سمعنا طلقا ناريا. لم أسمع أنا. كيف هذا؟ هل سيدي الملازم هنا من وقت قصير؟ لا، من مدة. عجيب. بماذا أنصحنا حضرة الملازم؟ ألا يرى من واجبنا تفتيش المنزل؟ ما من داعي، ما من داعي. إذا كان حضرة الملازم متأكدا. أنا متأكد. حسنا، معذرة حضرة الملازم. بونا نوتشي. نتحاسب على طريقة العرب. حق سيفك، دافع نفسك. ماذا حدث؟ هنا اسباني قتل. من اتى بهذا الاسباني هنا؟ تكلم. من القاتل منكما؟ انا لكن انا القاتل. لا، هذا الرجل يجري. لا اريد انكارا. اصمت انت، تذكر الغد، عليك واجب مقدس في قصر الحاكم. انا قاسم بن سلام، انا الهارب من سجن مليلة، انا من تبحثون عنه. اقبلوا علي.
أما أنتم فحذاري أن تبرحوا هذا المنزل، سنوصل في طلبكم.